اول شيء حبيت اشكر شركه ريد بول على الايفنت الممتاز، ما قصروا الصراحه، ونتمنى ان تواصل الرياضه دي في البحرين. والايفنت صراحه كان وايد وايد طيب يعني، والجمهور ما شاء الله، والتنظيم الحمد لله كل شيء تمام، ما قصروا معنا شباب في ولا شيء. واشكر عبد الفغالي على التنظيم الرائع، وما قصرتوا كلكم ان شاء الله نتوفق في لبنان، وان شاء الله بنعدل وبنكثر المجهود مالنا ان شاء الله هناك، ان شاء الله نرفع علم البحرين.